بحث رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في الجزائر تطورات الملف الليبي، حيث اكد الطرفان بحسب الخارجية الجزائرية على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا هذا العام من اجل اخراج ليبيا من ازمتها، مشددين على اهمية ايجاد حل سياسي للازمة دون تدخل اجنبي.